رايكم يا شباب مع بسام حماد بكسام سولدرون تيم؟ النهارده هنتكلم بكل سهوله عن الهوك والخيط، هنربطهم، هنعمل ربطات جديده ان شاء الله، وهنعمل بيهم تدمينه، وهنعمل بيهم النزال. خليكم معانا وتابعوا معانا. دلوقتي هنبتدي في اول طريقه علشان نربط بيها الهوك مع اللاين، تمام؟ الطريقه دي بتمشي مع نوعين من انواع الهوكات. الطريق النوع الاول اللي هو الاي هوك، اللي هو بيبقى فيه دايره كده تقدر تدخل منها الخيط، وبيمشي مع النوع الثاني كمان اللي هو الايليس هوك، اللي هو ما فيهوش الدايره دي. نبتدي دلوقتي ونوريكم ازاي. اول حاجه بجيب الخيط، بقوم جاي عامل زي نص دايره بالمنظر ده، صغيره خالص هي زي ما انتم شايفين. بجيب الهوك وقوم جاي مدخله في النص هنا كده، وقوم جاي لافف الطرف اللي هو الصغير ده، بس ما يبقاش صغير قوي علشان تقدر ان انت تجيبه بعدين. اللفة التانية، اللفة التالتة، اللفة الرابعة، اللفة الخامسة، واللفة السادسة. تمام كده بقى عندنا. بقوم جاي ماسك الخيط، جايب الطرف اللي انا كنت بلفه وقوم جاي مدخله هنا، ماشي. بحتاج بعدين اجيب اللي هي البنسة دي وامسك بيها الخيط كده، واسحب الخيط الناحية التانية. تمام كده بقى عندي هنا، اقوم جاي شده لفوق كده، وامسك الطرف ده والطرف ده، اقوم جاي سحبه بالمنظر ده. كده بقى عندي الهوك ماسك جامد جدا بكل بساطه. كده بقوم جاي قاطع انا الحته دي مثلا بالولاعه، والطرف ده بخليه علشان بعدين اعمل بيه اذا كنت هربطه مثلا كتدمينة او هربطه كخيط نزالي وهكذا. وكده يبقى خلصنا، دي اول طريقة للهوك. طيب يا شباب دلوقتي نوريكم الطريقة التانية، طريقة سهلة جدا بنستخدمها بس مع الهوكات اللي هي الاي هوك اللي فيها الدايرة دي، تمام؟ تبقى سهلة وقوية جدا وسريعة جدا. انا عن نفسي انا بستخدم الطريقة دي اكتر حاجة، سهلة جدا. نجيب الهوك، بنجيب طرف الخيط بندخله في الاي هوك في الفتحه اللي موجوده دي، وبنمسك الطرف اللي دخلناه مع الهوك هنا زي ما انتم شايفين كده، وببدا الف الخيط على الخيط اللي احنا مدخلينه مع الرقبه بتاعه الهوك، بندخله ونقعد بنلفه بالمنظر ده، تمام. وبنيجي بعدين بنجيب الطرف الثاني بتاع الخيط وندخله بالعكس في الفتحة اللي كانت موجودة، وبنسحب بنشد، تمام. بكل بساطة ممكن نستخدم حاجة زي دي علشان ان احنا نقدر نسحب الخيط كويس. كده خلاص الخيط مسحوب كويس جدا. باجي الطرف اللي هو اللي انا كنت مدخله الاول، صعه بس بالولاعة سريع منظر ده كده وخلاص. وكده بقى عندنا الطريقة التانية جاهزة. ماشي يا شباب، نيجي للطريقة التالتة دلوقتي. الطريقة التالتة بتمشي مع الهوكات اللي هي فيها الاي هوك اللي هي الدايرة دي. بجيب طرف الخيط
وبدخله في الاي هوك، الاي بتاعت الهوك، وبمسك الخيط الطرف الصغير وبلفه على الطرف الكبير، تمام، وبمسك طرف الخيط بدخله في اول فتحة معمولة اصلا عند الهوك، وبرجع بعدين نفس الطرف في الدايرة اللي اتعملت ما بين اما دخلت الخيط في الاي هوك واللفة اللي انا عملتها، تمام. مرة تانية دلوقتي انا لفيت الخيط، بجيب طرف الهوك واقوم جاي مدخله في الفتحة اللي موجودة، واجيب الطرف التاني واقوم جاي مدخله بالمنظر ده، وبسحب الطرف ده، تمام. بس دايما يعني اللي يعمل الطريقة دي يكون كير شوية علشان موضوع الهوك. بمسك هنا، دي ممكن تساعد برضو، ماشي، وباجي برضو اسحب الطرف اللي هو التالت اللي هو ده، بمسكه كده، وكده خلاص تمام كده الهوك تمام. باجي على اخر الحته اللي هي الزياده دي وبسحب الولاعه، وبكده عندنا الربطه الثالثه. ورجعنا لكم تاني يا شباب. دلوقتي احنا عندنا عملنا الثلاث ربطات، تمام، دي الربطه الاولى الخيط الاخضر، الربطه الثانيه اللي هي الخيط الازرق، الربطه الثالثه اللي هي الخيط الاورنج، تمام. دلوقتي هنوريكم ازاي ان احنا نقدر نوصلهم بخيط الاساسي بحيث ان احنا نقدر نستخدمهم. هنخلي الاثنين دول نعمل بيهم خيط اللي هو النزالي، والخيط الاورنج هنخليه عشان نعمل بيها ايه التدمين. وطبعا ده مش معناها ان دي بس اللي استخدمها للتدمين والباقي نزالي، لا العكس، انا بعتبر دي اقوى واحده فيهم اللي هي الرابطه الاولى، دي تعتبر اقوى واحده فيهم، تمام. خليكم معايا دلوقتي يا شباب. كل اللي انا هحتاجه عشان اعمل الخيط النزالي ده اللي هو السنكر او الوزن بلت عامة، تمام، وهوكات اللي انا عملتها من شوية. شيل البلت هنخليه على جنب، وبنجيب الخيط اللي هو الاساسي، ماشي. بنبتدي باخد مساحة معينة عشان اقدر اعمل فيها البلت، وباجي بمسك هذا اول هوك، نشيل تاني هوك بعيد شوية، بناخد اول هوك، تمام، بمشي بنفس محاذاة الخيط ده، نفس المحاذاة بالظبط بالمنظر ده، اديت له مساحته كويس جدا كده كفاية دي، وبقوم جاي ماسك الخيط ولفه بالهوك، ماشي، ورابط الخيط بكل بساطة، طلعته الناحية التانية ربطة عادية خالص، وقوم جاي نازل. بعدين باجي دلوقتي ده الخيط اللي هو اللي باقي من الهوك نفسه، ملوش أي استخدام عندي تماما، ماشي. باجي على الخيط الأساسي وبقوم جاي عامل ربطة تحت مكان اللي انا هحط فيه سنكر، ربطة واحدة كده، وباجي من فوق الربطة على الخيط الاساسي وبعمل ربطة كمان كده، وباجي على دي اللي هي الحتة الزيادة ديت انا مش عايزها في حاجة، ماشي، وبقوم جاي شايلها قصصها دي مثلا كده، وبالولاعة هنا، تمام كده. انا خلصت اول هوك، اجي على تاني هوك بنفس الطريقة برضو، بدي مساحة بحيث ان الهوكين دول ما يجوش على بعض جنب بعض، بدي له مساحة، ماشي، وباجي برضو بنفس الطريقة بعملها بنفس المحاذاة تقريبا، ادي لها مساحة شوية فوق المنظر ده، واجي بنفس الطريقة بالظبط، واجي واقوم جاي قالب ده ومدخله الطرف الناحية التانية،
بالمنظر ده. برضو هيسحب معايا الايه الهوك الاولاني اللي انا ربطته. المنظر ده ماشي. واجي برضو على الخيط الاساسي اللي تحت الاول واقوم جاي رابط كده، واجي على الخيط الاساسي اللي فوق وبقوم جاي رابط كمان واحدة كده، واجي على الحتة اللي هي الزيادة دي وبقوم جاي قصصها بالمنظر ده. بكده بيبقى عندي خيط، شايفين منظر الخيط عامل ازاي دلوقتي؟ خيطين كده بالظبط، ده منظر الخيطين بالنسبة لي ماشي. نيجي بقى للحتة اللي هي ان احنا هنحط الوزن فيها. الوزن في ناس كتير مثلا ممكن بتحط مدور وتقفله. طيب للتوفير انت ممكن تقوم جاي عامل ازاي، بتمسك الخيط ده تقوم جاي ماسكه تاني بالمنظر ده وبتيجي تقوم جاي لفه كده جاي قفله بالمنظر ده ممكن تعملها كمان مرة كمان ربطة زيادة بس في ان هي كسيفتي بالمنظر ده، وبتيجي تقوم جاي قاطع برضو الحتة اللي هي الزيادة اللي هي دي، بعدين بتجيب الوزن بتاعك بتتني دي بالمنظر ده وتقوم جاي مدخله هنا في السكر عادي خلاص، وكده تبقى امورك تمام كده. بقى عندك الربطة اهي ان انت تقدر تشتغل بيها نزالي في اي وقت تمام. طيب يا شباب دلوقتي هنتكلم على التدمينة. في طريقتين للتدمينة، في الطريقة اللي هي البلدي القديمة اللي هي بنحط فيها اللي هو البلت او الوزن اللي هو الدواري ده، وفي الطريقة اللي هي الحديثة اللي هي بتبقى عبارة عن الماسورة دي تمام. هنخلينا دلوقتي في الطريقة اللي هي البلدي القديمة اوكي. كل اللي نحتاجه للطريقتين هما 2 سويفلز، الخيط الاساسي اوكي، الخيط اللي كان فيه الهوك وخلاص على كده تمام. غير طبعا ان احنا هنحتاج خيط اللي هو يعتبر خيط التدمينة اللي انا هعمله عبارة عن 3 باع تقريبا. طبعا بيختلف الطول بتاع التدمينة نفسه، ممكن يوصل ل5 باع، ممكن يوصل 6 باع، على حسب طبعا التيار، على حسب الغزر او على حسب العمق بتاع المكان بيختلف، وطبعا الوزن كمان بيختلف على حسب العمق وغيره. هنبتدي اول حاجة بالطريقة اللي هي البلدي او الطريقة القديمة. نجيب البلد الدواري ده، مدخل الخيط ده الخيط الاساسي اللي هو الخيط اللي انا هسحبه اصلا، هسحبه في ايدي، بجيب اللي هو السويفل ده واقوم جاي مدخله فيه عادي، واقوم جاي لفه اللفة بالطريقة دي عادي جدا واسحب وكده خلاص ربط، واقوم جاي شايل الايه الزيادة. طبعا بالنسبة لموضوع الباع اللي هو الخيط نفسه بتاع التدمينة، خيط الباع ده اللي هو اما بتفتح دراعاتك الاثنين تماما بتحسب اللي هو الطول من اول الايد هنا لغاية الايد هنا، ده اسمه كله باع، ده الباع. فانا هعملها حاليا دلوقتي 3 باع، هي بعدين بتختلف على حسب زي ما قلنا العمق، التيار، الوزن، الكلام ده كله بيختلف تمام.
دلوقتي بنروح على ده الخيط اللي انا هعمله بتاع التدمينه، بقوم جاي رايح بعمل فيه طرف في اللي هو السويفل الثاني، وبقوم جاي عامله بالمنظر ده ماشي، نفس ربطة السويفل عادي جدا تمام. ربط مكان السويفل اللي هنا ده، خلينا نقص الزيادة. المكان عند السويفل بحط الهوك، الهوك انا حطيته خلاص، بربطه برضو بنفس الطريقة كده زي ما انتوا شايفين. ماشي، بقص برضو اللي هي الحتة الزيادة كده. بقى عندي طرف اهو، في هنا الخيط المدار اوكي او الهوك مع اللي انا كنت عامله ليها الاول اللي هو بتاع الخيط، بعدين السويفل، بعدين بجيب اللي هو الطرف الثاني من التدمينه تمام. طبعا انا بطلع الخيط اوكي، وبقوم جاي رابطها في السويفل اللي جاي من الخيط الاساسي بنفس الطريقة وبكده تبقى التدمينة بتاعتنا اللي هي البلدي او القديمة جاهزة عندنا ان شاء الله بإذن الله. ونروح بقى للايه، للتدمينة اللي هي الحديثة، نفس اللي احنا عملناه كله في موضوع ال ناحية الهوك، فهو ده مظبوط. انا هقص بس الحتة دي كل اللي عملناه في الحتة اللي هي ناحية الهوك مع السويفلز مظبوط، بس الاختلاف بدل ما بنحط اللي هو البلد اللي هو المدور ده ماشي، هنحط حاجة تانية، هنحط اللي هي الماسورة دي، ده الاختلاف ما بين الاتنين. هنحط الماسورة دي دلوقتي، بنخلي الطرف اللي هو المعوج ده هيبقى فوق، بندخل الخيط فيه بالمنظر ده، بيطلع لنا هنا من الناحية التانية، وبقوم جاي رابط برضو السويفل فيه عادي جدا نفس الطريقة دي. تمام، وكده بقت عندنا هي نفس الطريقة تدمينة برضو ماشي، بس هنا بنحط الوزن في دي، يعني الوزن بنحطه في دي، بيبقى الوزن اللي هو العادي بيتحط في ديت. وكده يبقى احنا خلصنا عملنا تدمينة وعملنا النزالي النهاردة من اول عمايل الهوك لغاية اما وصلنا للتدمينة وللخيط النزالي. وانا وصلت الفيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لنا فولو لايك على الانستجرام، شير ولايك وسبسكرايب على اليوتيوب شانل. وكان معاكم بيك سام من سولتونوت تيم. كيب يور لاين تايت.